يعتبر المشروع السياحي أروجو مدخل المدار السياحي بعمالة إقليم خنيفرة، ولذلك ارتأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المساهمة في تمويل مجموعة من المشاريع التنموية المتمثلة في عدة أكشاك تقدم مجموعة من الخدمات السياحية، وذلك كله بتكلفة مالية بلغت ما يقدر ب 7.2 مليون درهم لعدد مهم من المستفيدين يتراوح ما بين 40 مستفيد مباشر أو مستفيدة مباشرة، ومجموعة من المستفيدين غير المباشرين يشتغلون في هذا المشروع السياحي، والذي وفر مجموعة من فرص الشغل لفائدة شباب ونساء الوسط القروي. ويأتي هذا المشروع نظرا لكون أن القطاع السياحي يعتبر قطاعا رائدا بالمنطقة، ومن هذا المنطلق تطمح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة إلى تعميم مثل هذه المشاريع السياحية، والتي تعتبر من جهة مدخلا وآلية لتحقيق التنمية وخلق دينامية سوسيو اقتصادية بالمنطقة لفائدة العالم القروي، ومن جهة أخرى كذلك يعتبر متنفسا سياحيا لفائدة الساكنة المحلية وساكنة الإقليم، وبالتالي كذلك ساكنة المغرب بصفة إجمالية. يعتبر هذا المتنفس آلية من أجل خلق دينامية وتعزيز أولا صمود ساكنة العالم القروي بالرغم من مجموعة من التحديات، خصوصا نتحدث عن تحدية الماء، وهذا نظرا لأن توفير المدخل أو المداخل المالية لفائدة الساكنة القروية يعزز من ظروف الاستقرار والتصدي لظاهرة الهجرة القروية. كل ذلك من مدخل أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تواكب متطلبات الوسط القروي وتدري يعني كيف تشتغل وكيف تحدد الأولويات من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو المتمثل في التنمية المستدامة. بعد ما كنا في ما هو عشوائي 15 فرد استفدنا، والحمد لله من هذا المشروع اللي كان الحمد لله حسن، وربما نقوله أحسن الحمد لله في هذا الوقت الحالي. هو مشروع قريب بالنسبة للخنيفرة بشي 13 كيلومتر، والحمد لله كما كتشوفوا راه الماء والخضرة والوجه الحسن كل شيء موجود هنايا. كاين أكلات مغربية وأمازيغية، واللي يطلب شي حاجة راه يلقاها الحمد لله. اللي بغى يزورنا مرحبا به. إضافة اللي زاد المشروع بعدا كاين كنا بدون أسقف، دابا الحمد لله الأسقف كاينة بالنسبة سواء الشتاء ولا الصيف، الناس راه مغطين، الناس مغطين حتى يكون شي مرات الثلج ولا تكون الريح الناس راه الداخل. كاين الكهرباء، كاين الماء، الماء صالح الشرب الحمد لله، كل شيء. المهم داك الشيء كأنك في المنزل ديالك، كأنك في الدار. كاين الفرق ممكن الإنسان يجي حتى على رجليه ويجي في امان الله ويحفظه، الاضواء موجوده، كل شيء موجود الحمد لله. الطريق معبده، راه مؤخرا راه تعبدات دابا الطريق من خنيفرة حتى ان شاء الله غادي توصل حتى الاسول، وهذا في اطار مجهود تشجيع السياحه، والناس الحمد لله تيجيو من كل منطقه. انا شخصيا تنتلاقى مع ناس تيجيو من فاس، مكناس، الناظور، تم الجنوب، كاع شي وحدين تتلاقى من العيون ولا هذا كيديروا البوز هنايا. الناس اللي كانوا سبق لهم دازوا هنايا تيبان لهم واحد التغيير كبير، تيفكروا على انهم باش عادي يعاودوا يجيو مرات اخرى ان شاء الله، هما وليداتهم
ومباشره كيدوزوا حتى اتصالات مع الاصدقاء ديالهم والاقارب تيوري لهم المشروع كيفاش داروا تيشجعهم على انهم باش غادي يعاودوا يجيو مره اخرى ان شاء الله. انا خدامه على ثلاثه الدراري. المبادره الوطنيه راه عطاتنا شي حاجه شي نتيجه اللي هي مضمونه. شحال هذه كنا في العشوائي كان هذا الشيء ما نصايبش، المهم كان عندنا هذا الشيء شويه فيه ماشي بحال دابا. دابا الحمد لله كل شيء مزيان، كل شيء مصاوب، خدامين مع الزوار، تيجيو عندنا الناس البعاد والقراب، كاين تحسن الحمد لله، كاين تحسن، تلاقينا مع الناس اللي هما مزيانين وخدمنا مزيان، وكاينين المستفيدين معنا بلا حنا، كاينين البنات، كل كيوسك فيه جوج بنات ثلاثه د البنات، كل واحد مستفد ماشي غير حنا، كاينين الناس اللي مستفدين معنا. المهم هذا الشيء كله مزيان، بزاف ولاو الشباب د المنطقه خدامين، اللي عنده كيوسك راه خدامين معاه اربعه د الناس، خمسه د الناس، كل شيء تيتحرك الحمد لله. تيعجب اقبال، حنا تنستقبلوا الناس ديالنا مزيان وتيعجبهم الحال. كاين اللي تيجي تيقول لي اول مره تنشوف شي منطقه اللي هي بحال هادي، تيعجبهم الحال بزاف عندنا، عجبتهم المنطقه ديالنا وهما فرحانين بهذا الشيء صراحه. كاين اللي تيجي تيقول لنا راه هذا الشيء ولا فيه تطور مزيان، ماشي بحال شحال هادي فاش كان العشوائي. بالنسبه للماكله ديالنا تنديروا الفطور، يبغى يفطر عندنا تنديروا الطواجن في الغداء، عندنا الشوايات، عندنا الخبز تاع الفران، هادشي كلشي طبيعي، تنديرو شي حاجه اللي هي طبيعيه. داكشي اللي غيبغي بنادم راه غيكون عندنا، الزبده بلديه، هادشي كلشي بلدي. لا هادشي هاد اللبس هذا، هاد اللبس هذا تنديرو اللبس ديال المنطقه ديالنا، حنا معروفين بهاد اللبس ديال الامازيغ، هاد السبنيه وهاد اللبس هذا اللي عندنا تنديروه للناس باش يديو من عندنا تصويرات ويعرفوا الاصل ديالنا، اللبس ديال الاصل ديالنا هو هذا. هاد السبنيه د موزون وهاد الشيء ديال كنلبسوه اللي جا عندنا، تيكونوا فرحانين بزاف وتيقولوا بلي هاد اللبس هو اللي احسن لبس لبسوه، تيعجبهم هاد الشيء ديال الموزون. المشروع مزيان ديال البرد، كيجيو ليه الناس يبردوا فيه، وكاينه الماء وكاينه الشجر والطبيعه والغابه، كل شيء مزيان هنا تبارك الله. الله يعطيهم الصحه، صابوا هاد الشيء، تقنوا هاد الشيء، الله يرحم ليهم الوالدين. وكتفرحوا ملي كتجيو؟ كنجيو للطبيعه مزيانه، مزيانه اخويا الطبيعه مزيانه. والبرد وكاين البرد وكاين كلشي مزيان، كنرتاحوا مزيان والماكله كاينه، القهوه كاينين، كلشي كاين. لا ولات تبا مزيانه، ولات تبا، الله عطينا شي عام زين باش تكون الثلج والشتراه بلا الثلج هادي. عطينا شي عام زين ان شاء الله يكون فيها الثلج باش تزيد تنور مزيان. اخويا هاد الشيء كاع مزيان، هاد الشيء كاع اللي كتشوف مزيان، كلشي مزيان اخويا، كلشي العوينه من نقيه، كلشي مزيان، الجرده من نقيه، ما كاين لا لبس خلا والو مزيان، الله عاونهم. هاد المسؤولين دابا الله عاونهم، راه خدموهم مزيان.